السلام عليكم، معكم الفارس. الأطباء بخير وعافية. فيديو اليوم بيكون من الصفر، بس قبل ما نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك. يلا نبدأ. طبعا معنا موارد بنرقي فيها المباني، ما بتكفي، ولكن بشكل عام بتجيب لنا مبنيين أو ثلاثة مباني. طبعا في البداية بنرقي المدفع، لأنه معظم مدافعي مستوى تاون هول 11. حلوين. طبعا بالاكسير بنرقي فيها الورشة، لانه الورشة هي بالاكسير ما هي بالذهب. حلوين. طبعا رقينا الورشة وما عاد عندنا اي موارد، لازم ناخذ ذهب. طبعا بنرقي بالذهب هذا برج رامية السهام، لانه برج رامية السهام يضرب ارضي وجوي في نفس الوقت، ما هو يعني تكلفته عالية جدا، فقادرين ان احنا ندقيه بسهولة. طبعا ما باقي معي اكسير ظلام، فلازم ايضا اخذ اكسير ظلام ونركي فيها الملك، لانه الملكة غالية جدا. طبعا ما بركي الان الملك، بنهجم في البداية معنا هجمة. طبعا الجيش الذي بنهجم فيه نفس الجيش الذي بنهجم فيه دائما، جيش التنين الكهربائي. طبعا محتاج ده، وايضا بعزز الجيش لانه الجيش ضعيف. انا تاون هول 12 حاليا. طبعا بنشوف خصم، ان شاء الله يكون خصم ضعيف جدا. طبعا بحثت كثير وما لقيت الا هذا الخصم، كنت اتمنى اني اهجم على خصم قوي، ولكن هذا الخصم الذي طلع لي. يعني بحثت كثير الصراحة. انت تتكلم قد طبعا بنبدأ هجمتنا بالبالون، نطح واحد بالون في هذا المكان، وبعدين نطح المنطاد علشان يدمر لنا مدفعية النسر وايضا برج النار المفرد. طبعا بنطرح حبة غضب على الجيش بحيث ان الجيش يكون سريع قادر انه يدمر بسهولة. حلوين. دمرنا مدفعية النسر ودمرنا ايضا المباني القريبة من مدفعية النسر. بنطح الملك والملكة في هذه الجهة، وايضا بنطح التنين الكهربائي في الجهة الثانية بحيث انه قادر ينظف لنا. حلوين. طبعا معي 6 تنانين كهربائية. اوكي، طرحنا 2 تنانين كهربائي بالغلط عند الملوك. اوكي، كانت بالغلط. بنطح التنانين الكهربائية بالكامل، ونطح ايضا البوالين، ونطرح معهم الامر. طبعا بنطح حبة غضب على الجيش بحيث ان الجيش يكون اسرع، ونجمد الصواريخ مع برج النار انه قادر يقتل البوالين بسهولة. حلوين. طبعا بنطرح حبة غضب على الجيش، وايضا بشغل خاصية الامر، لانه خاصية البيت الصراحة مزعجة جدا، وقادر انها تقضي على كل البوالين بسهولة. دمرنا البيت بسهولة. باقي معي بعض التجميدات والغضب، ما اهتم لنا الصراحة بشكل كبير، ولكن بنطحهم على الجيش لاني ما اهتم الصراحة بالتوفير. اوكي، دمرنا الخصم. اوكي، الان بتنتهي الهجمة بسرعة، ما تحتاج لها يعني وقت جهد كثير، لانه ما باقي ولا اي مدفع. حلوين، قدرنا نمسح التصميم بسهولة. خلونا نرجع الان. معانا مكافأة النجوم. اوكي، خلونا في البداية نخرج المكافآت الموجودة في الخزينة وتامل. حلوين، معانا 1,500,000 و700,000 من الذهب و2,000,000. طبعا بنركي فيهم الجدران، بنركي 2 جدارات بالاكسير وجدار واحد فقط بالذهب. اوكي، 3 جدران. اوكي، خلونا الان نركي الملك بالاكسير الظلام، لانه ما نقدر نركي الملكة، وصراحة انا اهتم الملكة اكثر من الملك، بس اوكي يعني الملك لازم نهتم فيه ايضا. حلوين، رقينا الملك الان. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، وبس هذا كان فيديو اليوم. لا تنسون اللايك والاشتراك. احبكم جميعا، ومع السلامه.